نشكر الله خادم مدينة الكارة. كنعاني بزاف، كنعيش في هاد الكوخ، قول كوخ، كوخ بلاستيكي الموس. يعني كيفاش كتعيشوا نتوما هنا؟ ما كنقدروش نريحوا فيها. ولادي مكرفصين، انا مكرفصه، الزوج ديالي مكرفص، كنعيش واحد الحاله ما نقدرش نصور. واخا نحكي لكم ما غاديش تحسوا بالحاله اللي كنعيش بها. انا مكرفصه بزاف، ما كاينش الماء، ما كاينش الضو. هنا كاين الناموس، قسلنا الناموس، البرغوث، لان 2024 عباد الله كنعيش واحد الحاله لا يرثى لها. راه ما نقدرش نعبر داكشي اللي كنعيشو، والله ما نقدر. والتجأت للسلطات وطلبت من الباشا يعطيني الضو ورفضوا ليا، وعطيت الملف ديالي وصورت على برا، والو، لا حتى شي حد، ما داروا معايا حتى شي حاجه لحد الان، رغم ان الناس راه في البوادي وعندهم الضو. ولا يعقل انا ساكنه هنا عندهم الضو وعندهم الماء، عندهم الضو وعندهم الماء، وانا كنعيش هنا بلا ما بلا ضو. راه فيلاج، فيلاج، ولكن حنا كنعيشوا واحد الحياه اللي ما عرفتش، والله ما عرفت حد الان، ما عرفتش كيفاش غنوصف هذه الحياه اللي حنا فيها. انا كنطالب كمواطنه، بغيت الحقوق ديالي، بغيت الماء، بغيت الضو، بغيت هاد الناس يسرحوا ليا انا، بغيت نبني، بغيت انا ولادي يعيشوا في الرفاهيه، ما نبقاش عايشه هاد العيشه. والتجأت لهم باش يعطوني الضو، ما عطاونيش الضو. لما كيقول لك سير، مشيت لعند المدير ديال الضو، قال لك سير يجيب لي رخصه من عند الرئيس، ورانا ما انا عييش، يعطوني حقي انا، راني دايره الكروكي، دافعه البلان، كيترفض ليا داكشي لحد الان. ما كاع البيبان ترقصهم، العماله سناس، الوكاله ما سناش، الباشاويه هنايا الرئيس ما سناش، انا باقا معلقه بحال هكا، ما انا في السماء ما انا في الارض، كنعيش عيشه حاره. الاولاد ما قراوش، ما كاينش الضو. البنت حاليا دابا تعاوني في المؤسسه، قال لك بنتك ما كتقراش، وكنتمنى من سيدنا يشوف من حالنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.